مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي الجديد. نستهله بأخبار الخضر، حيث تواصلت صباح اليوم عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني التي انطلقت مساء أمس الأربعاء، أين أغلقت كل الشبابيك في حدود الساعة 11 صباحا بعد اكتمال التذاكر المخصصة للأنصار في وقت قياسي. الأنصار الحاضرين بالملعب أبدوا إعجابهم بالتنظيم المحكم من طرف رجال الشرطة، رغم اعتراض البعض منهم على منعهم من اقتناء أكثر من تذكرتين. إسلام بقرعة كان حاضرا وعاد بالتالي. بالنسبة للمخطط هذه المباراة بالنسبة ليه تم شكل مغاير بالنسبة للمباريات السابقة، حيث أنه خصصنا نظام الأروقة لتصفيف الجماهير الرغبة في اقتناء التذاكر عبر وادي بني عزة، أي البوابة الخلفية للملعب وصولا إلى الشبابيك، ومن ثم الخروج من البوابة الأمامية، وذلك لفك الضغط عن محطة نقل المسافرين اللي كنا في وقت سابق نشهد أن يكون هناك اكتظاظ واحتكاك كبير بين المسافرين والمناصرين الراغبين في اقتناء التذاكر. ما كان لا تدافق تاع الأنصار لا والو، وبتاع المشكل هو كل مناصر ياخذ تذكيرتين، هي غير كافية تاع يقطع مسافة تاع كيما من وهران الجزائر على تذكيرتين، وأنا عندي زملاء راهم مصين على 10 تذاكر. والله العظيم يعني من ناحية الأمن والله نقول لك ما شاء الله. ما شاء الله، وهي على كل حال ماشي في كل مقابله، في كل مقابله راهم حاضر الامن بقوه والتنظيم تاعها ما شاء الله. علاه تيجي واحد من الوهران يشري اصحابه يبحثوا يشري 10 تيكيات ولا 6؟ علاه يطولوا واحد يطولوا 6 تيكيات؟ جي بريفير 6 تيكيات راك فاهمني، تقاملوا خير يجوا كاع من الوهران منه. تيكيت تروح الكيشي يبيع لك واحد، الناس جايه من البعيد صوالح من 6 تاع الصباح صوالح يبيع لك واحد، الناس جايه من البعيد. تيكي كان ولاد حومه يوصوك منه تجيب لهم تيكيات، ومن بعد تجي لهنا دير لك تيكي واحد.